ايوه حبيبتي، الاستوديو وقع علينا واحنا بنصور الاغنيه، وتقريبا كلهم ماتوا وشكلي هحصلهم. خلي بالك على نفسك، دي اخر مكالمه بينا. تليفوني ضاع في الحادثه، ما لقيتش غير تليفون مروه اكلمك منه. مروه مين يا حبيبي؟ مروه مين انت بجد؟ اشتريت كتاب اسمه كيف تفهم حواء، قلت هعرف منه ايه في دماغها جوه. حواء في كل الجنسيات بجد تركيبة واحدة، لو هنسمي في مسميات احن ملاك شيطان. والله تعبت لما تعاملها كده انت وحاسك في اللي ساعتها بقى ماسك الشفت. وديتها مرة للدكتور